إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. حسنية قدير يؤكد حضوره في هذه المباراة لدعم فريقه في تحدي مهم جدا للحسنية. الحسنية الذي يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، لم تعد أمامه خيارات أخرى سوى تحقيق الانتصارات لضمان البقاء ضمن أندية. تنطلق المباراة السادة لنادي شباب المحمدية، الشباب الذي يبحث عن تسجيل كرة تتحول من الجهة اليسرى، جمال الشماخ، الشماخ يمر، الشماخ تسرع في الكرة الماضية وسدها لشباب المحمدية نحو يوسف دالوزي، دالوزي بالراس، دالوزي وتغطية من الاسان بي، لوندي جويس لجونيور مبيلي، مبيلي 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 يسدد مبيلي، نقل الكرة من الحسنية، فرصة للحسنية في منطقة الجزاء. يانيس 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 المدن يتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه المباراه. جوده الكره العرضيه ضمن جمال ومن مررها، ويانيس ومن ارتقى لها وسددها وسجلها واسعد الالاف. كاتلوندي مررها في منطقه الجزاء، ما زال الكره لحسنيه قدير، كره للحسنيه للحسنيه للحسنيه، مبيلي 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 مبيلي، والهدف الثاني في المباراه للكونغولي جونيور 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 مبيلي جونيور مبيلي، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة لحسنية أكادير. مجهود يقدر ويشكر عليه كثيرا من طرف جماهير الحسنية كاتلوندي ومن صنع هذا الهدف، وسعادة كبيرة لمناصري الحسنية لاحتفاء بمختلف